جمعية فايت جيم حد السوالم. دونك الحمد لله اليوم حنايا عندنا واحد الحدث رياضي مهم وهو لانوي دي شامبيون او ليلة الابطال في النسخة ديال الخمسة. كنشكر السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد عبد الكريم الهلالي، كذلك كنشكر السيد رئيس عصبة تاد الورديغا، كنشكر السيد رئيس وبداية جولة رئيس مجلس البلدي، كذلك السيد رئيس مجموعة الاتقان. الحمد لله اللي عاونونا باش نقدروا ننظموا هذا التظاهر هنا في هذه المدينة ونزيدوا بالشباب. والهدف ديالنا الهدف ديال هذه الجمعيه والهدف من هذه الليله هذه هو ان نجذبوا الشباب للرياضه ونعطيهم فرصه باش انهم ان شاء الله يا ربي يكونوا ابطال في المستقبل ويكونوا واحد الشباب اللي خادم البلاد ديالو لهذا الوطن الحبيب. الرحمن الرحيم. عبد الرحيم الوتري رئيس عصبه تاد الورديغه لرياضه كيك بوكسين تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه كيك بوكسين والمويتاي، نظمت جمعيه تيم زبيري سوالم باي جيم طرف الجامعة الملكية المغربية. انضمت جمعية سوالم فايت جيم الدوري الوطني لرياضة كيك بوكسين تحت بتنسيق مع عصبة تاد الورديغا، وكما كتشوفوا بأن هذه الرياضة أصبحت عالمية، أصبحت مشهورة في المغرب ولا في العالم، ومن ضمن المغاربة الأبطال المغاربة كيحصلوا على الرتب الأولى عالميا. وعلى سبيل الذكر هي هذا الأسبوع كانت نظمت الاتحاد الوكو العالمي الالعاب التضامنيه الاسلاميه، وحصلت الجامعه الملكيه المغربيه على 16 ميداليه من ثلاثه فضيات والباقي نحاسيه فضيه ونحاسيه. الله انا جيت سعيد بالحضور ديالي في هذا الدوري الابطال اللي كتنظمها عصبه تاد الورديغه في مدينه حدوت السوالم، وجيت سعيد كنشوف ان الحمد لله هناك اشخاص اللي عندهم متبارين في القمة، متبارين في الجودة العالية، وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والمزيد من التفوق في هذه الرياضة. كنشكروا الصحافة على هذه الاستضافة، وكنشكروا فايت جيم السوالم حد السوالم اللي استضافتنا في هذا العصر الرياضي من اجل التباري وسقى المواهب اللي كنعرف. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الهيئات والسلطات المحليه اللي كتفتح المجال لهاد الشباب باش يحاولوا يسقلوا من المواهب ديالهم. يوسف الرسلي كنتمي جمعيه تائك حموده من عصبه الشاويه، حضرت نتعثر بالضربه العاديه في الجاره اللي نظمتها جمعيه تشيل السوالم اللي تبعوا بينا، وكنا في حسن الظن. كنت كأي شعار كمنتصر الحمد لله. الاسم ديالي شيماء جدين، كنتمي لجمعية تائك أكاديمي، الأستاذ ديالها هو تائك حمودة. كنبغي نقول بغيت نقول الصديق ديالي اللي ربح مبروك عليك، وكتستحق هذا الفوز هذا الضربة القاضية حيت خدمتي عليها وتعبرتي وشاهدتي والحمد لله لقيتي النصيب ديالك من هذا الطلونطريمون كاملة. الجامعة الملكية المغربية لرياضة كيك بوكسينغ مواي تاي، شكرا لعصبة تاد الورديغة على هذه الاستضافة والجمعية فايف حد السوالم، وشكرا لمنطقة حد السوالم على هذه الاستضافة. السلام عليكم، معكم نور الدين. الحمد لله انتصرت في المقابل ديالي بالضربة القاضية الحمد لله، وهذا الشيء كيرجع للتدريب ديالي مع الصديق ديالي هشام والاخ اللي كنعتبره الاخ ديالي قبل ما يكون الاستاذ ديالي هو استاذ هشام الزبيري وعبد النور الزبيري. والحمد لله الفوز كان هدي لكاع الاولاد المدينه ديالي كاملين، وبالاخص اولاد الحي ديالي حي النور كنهديهم هذا الفوز ديالي، وشكرا. وبدايه الجوله الاولى البطل فهمي رشيد الفوز بالجائزة الأولى.